موضوع آخر، وافقت الحكومة الأوكرانية على اتفاقية تمكن مواطنيها ومواطني تركيا من السفر بين البلدين ببطاقات شخصية جديدة دون الحاجة إلى حمل جوازات السفر. وتنص الوثيقة على أن الأوكرانيين يمكنهم الدخول والخروج والعبور والبقاء في تركيا لمدة 90 يوما بجواز السفر الداخلي. الحصول على البطاقة الجديدة ممكن لجميع الأوكرانيين الذين بلغت أعمارهم 14 عاما، ويسجل عليها رقم البطاقة الضريبية ومكان التسجيل والحالة الاجتماعية والتوقيع الرقمي للمالك.